قررت أشتري سيارة الأحلام، سيارة مختلفة مو مثل ما تتوقعها أنت، وأسوي عليها تجارب، والتجارب هذه برضو تكون مختلفة. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. أول مهمة راح تكون معنا هي نحاول نحنا نطعم أي حيوان موجود عندنا في الحي ونشوف هل راح يمشي معاه الموضوع أو لا. أيوة لقيت لك طاوة يا جماعة الخير، يا سلام جايكم جايكم، بس خلني أوقف بعيد عشان ما يشكون فيني. الحين فك التونة يا جماعة الخير، ثواني بسم الله نحط لهم تونة. هذه التونة أخذتها، فك الزيت عشان ما يتعبون من الزيت. بسم الله، الله يا الريحة ما شاء الله. طعام الحيوان يا جماعة الخير أتوقع كده مناسب، يكفي بعد نروح سوق هالأمة. والخطة فشلت مثل ما انتم عارفين، ولكن في عندنا خطة ثانية الآن. الخطة الثانية نحن نتسابق بالسيارة ونشوف وش أسرع، السيارة عساكر، ولكن ما أدري طلع وجهي كله هالك وافقون؟ إيه يكشف. طيب تعال بخليك تسبقني. ممكن البدي مايل. إيه عادي عادي. ها؟ نحذرون. راح اسفقني اسفقني. واحد جيتي. ول 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 ما شاء الله ماشي ما دامك الله. وقررنا نرفع التحدي اصعب واصعب، قلنا لازم نسابق سياره. طيب يا جماعه الخير الحين وش بنسوي؟ راح نسابق ذي السياره نشوف من اسرع، طبعا بخمس ثواني، اول خمسه وعشر ثواني. شوف السياره، وقف جنب السيارة يا سلام. طالع السيارة؟ طالع. دقيقة وقف وقف توقف كام؟ دحدر ها؟ دحدر. لا قوم يا ابني. يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. نويل غش، نويل غش، نويل. لا 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 لا. طيب يا جماعة الخير راح تكون عندنا تجربة مختلفة الآن، ولكن قبل ما ندخل للتجربة هذه اكتب لي أي كومنت في خانة الكومنتات تحت، وعطني فيه أي اقتراح أنت تبغى نسويه في السيارة، وأي كومنت راح تكتبه راح أضغط عليه زر القلب، وهنا المهمة الأخطر حرفيا. طيب يا جماعة الخير جبنا السيارة الآن تحت، يبغالنا الآن أوريكم سويت عليها بالضبط. شو سويت؟ حطيت هنا ستاند عشان يمسك الجوال، استخدمت الستاند هذا وعلقته بنفس السيارة. هذا الريموت حقها، راح الآن نركب الجوال هنا ونبدأ نجرب تصوير السيارة أو تحركات السيارة بالكامل. يا ساتر شوف شكلها، والله رهيب رهيب رهيب، بس يحتاج يشغلها من هنا. بسم الله هنا نشغلها. أيوه تبي تطير، بس تبي تطير حرفيا. أول تجربة جماعة الخير مرة رهيبة، الآن راح نبدأ نطور فيها
المدى قاعدة توصل بعيد، ولكن يعني ما أقدر أخليها لأن الشوارع بغالي شارع كذا ممتد عشان أشوف مسافتها كم توصل، ولكن سمعت أنها توصل 400 متر 500 متر، وفي بقالات هنا عندنا تبعد 400 500 متر. راح نبدأ الآن نجربها. ركزوا معي، شوفوا هذا الجرام حق السيارة، وش راح نسوي فيه؟ طيب أنا فك السيارة لأني قاعد أشحن بطارياتها. طيب يا جماعة الخير شوفوا، كتبت هنا مدير واحد علك ركب ورا، وراح أحط هنا صندوق أبيض يا جماعة الخير ورا، وقاعد أطبع صندوق ورا برضو له، تمام؟ راح تكون فيه هنا إيش؟ راح يكون هنا فيه جوال، هذا الجوال مخصص لإيش؟ يفتح لنا بث، والبث هذا يكون رابطة خاص، ناخذه ونشوف السيارة كيف تتحرك، وراح نركب يا جماعة الخير الجهة الثانية هنا جنب، راح تكون فيه جوبرو، برضو عندنا الستاند حقها، يعني في كاميرا راح تسجل، وكاميرا راح نراقب فيها تحركات السيارة من الشاشة، يا سلام، والله يا جماعة الخير لا أخفيكم يعني، لازم أخلي واحد ورا السيارة. لازم لازم لازم، لأن لو تنصرق ما حد راح يعوضني وأستاهل. بكلم واحد من عيال جيراننا يمشي ورا السيارة ويراقبها. يلا نبدأ نطلع السيارة الآن. أوكي السيارة تحت والريموت معنا، راح نتحكم فيها لين توصل هناك، ولكن ما أدري هل الريموت راح يوصل أو لا، على أن المسافة قستها في السيارة ما تجي ولا 300 متر، ولكن إن شاء الله أنها تكفي. أيوة البث جماعة خير شغال، إن شاء الله أنه ما يقطع. الله حارتنا حلوة الصبح قسم بالله العظيم. أنا نزود يوه شوية والله رهيبة. أنا ترى سريعة مرة والله العظيم. يوم أنا ليه خايف في ديلي يا جماعة خير ثانية واحدة أو نص ثانية، عشان كذا مهدي أنا. شوفوا أدعس، تيجي الدعس بعد شوي. إيه في ديلي دقيقة هنشوف. لا ما في حد، والله ودي أجرب سرعتها كاملة، ولكن مو في الشارع هذا، في الشارع القدام. الشارع القدام طويل ممتد، يحس الشارع كبير يا اخي. الجوبرو الجوال يا جماعة خير كذا تحس انه غريب. ايه بس زين فيه انه صافي، والله صافي صافي. ايوه شوفوا طبعا يا جماعة خير ناظروا هنا حق البنزين، خليني اوريكم اياه ثواني بس نتأكد في احد مع اللفة. هنا حق البنزين يا جماعة الخير، وهنا حق اليلف يمين ويسار. والله ودي أدعس أقسم بالله. ايه قاعد اجرب الريوس كويس، والله في تأخير ثانية في البث. بسم الله تبغوني أجرب أدعس لها؟ والله اجرب ادعس. اشوف الشارع ذا طويل، هذا يمكن يجي طول الشارع ذا، هذا اللي ممكن طوله 200 متر 300 متر حدوده. وانا ادعس لها ادري، والله اني خايف والله. يلا خلينا نجرب شوف بس خاف يطيح الجوال حق البث. دقيقه بس التاخير، نشوف شارع ما في احد. يلا خلينا ندوس. واو والله رهيبه. ألف يمين ما تلف يا عيال، لا تكون طلعت برا السيطرة. بسم الله هنا. أوكي لف يمين صار شوي. يا سلام والله كني سوق سيارة، ولكن في تأخير والله في تأخير. بحاول أوزن يا جماعة خير بينها وبين سرعة السيارة يعني وهي تمشي، أمور مونتاج يعني. يا لبي والله شيء حلو، والله جعل الخير شيء مره رهيب. هو الجارني يرسل لي جعل الخير يقول هد. يلا انتظره، يلا اخلص امش اركض. شوف الورقه يا جعل الخير قدام لازقه. اسمع خطوط مشيته، اسمع مشيته يا جعل الخير في البث. ايوه ادوس.
والله الجو رهيب رهيب، بصير اطلب من البقاله خلاص، ما عاد بطلع من البيت، مستحيل خلاص انسوا اطلع من البيت، لا 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 بالسياره كل شيء. جماعة خير الف ما يلف مره، الف يمين يسار شوفه ما يلف بس يمشي قدام. اي لا لا لف 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 لف, لف. اتوقع صار في تاخير في نفس الجوال. اي لف 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 اي شوف هذه يمين يسار حقتي والله لف لف نجرب. اي لا لا تمام تمام والله الجو رهيب بسم الله عليك سيارتي بسم الله عليك. ها الو ايه هذه بقالة قربنا يا جماعة خير قربنا البقالة. نشوف الشارع في حد؟ ان شاء الله ما في حد، ان شاء الله ما في حد. والله قام جوالي تهزهز. اروح بقالة ثاني. شوف لو عند البقالة. هلا مدير. مدير. اح. نرقيها. طاحت. افا. والله شوفوا. ما عاد صار. اي والله طاح الجوال. انا كلمي عدلها ثواني. سام رجع لي السيارة. اوكي. الحين رجع له. يبغالي ثبت الجوال يا جماعة الخير. سام اجيب السيارة عندي. دقيقة في سيارات تقطع الشارع. من ذا؟ اي جعدلها اوكي. بسم الله الله. طيب يا الربع حط الجوال بالطول يقول اسامه لان الجوال وهو بالعرض يتحرك، بخليها في الطول. وكلمنا راعي البقاله يحط لنا الله يسلمكم العلك. يا ساتر يا صوت البث ازعاج. محطينها بالطول صارت تسجل صوت الشارع صح؟ قبل تصورها من على الجنب. طيب هنا يا جماعة الخير ارسل لي في قطو على اليسار، قال لي اسامة ادخل عند الشجرة عشان تشوف وش اللي فيها، قررت اني ادخل عليهم. Thank you.
خلي دقيقة غبريقة 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 والله يعلق دمي نقسم بالله. خلي جماعة خير راعي سيارة البنزين اللي رحت أصلحها قال لي خلصت بنروح نشوفها الآن وإن شاء الله أنها تمام بإذن الواحد الأحد. عديك قوية مرة ذيك مرة قوية مرة قوية بنروح الحين. شوف يا جماعة خير رتبها نظفها حرفيا طلعت جبارة. الحين بنشغلها هذه الشغلة يا رب. انتظرونا يا جماعة الخير في الجزء الثاني. اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات وش تبغون نسوي. عندنا الآن سيارتين سيارة بنزين وسيارة كهرب. حرفيا راح نسوي محتوى لا نهائي من هذه السيارات. زيادة على كذا عندنا طابعة 3D وراء فأي شيء تبغونه نقدر نطبعه ونركبه على السيارات. إلى هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم. أشوفكم في أمان الله. السلام عليكم.